يا ببلاوي ساكت ليه؟ سايب البنك بيخرب ليه؟ البنك مش هيخرب، البنك مش هيخرب، البنك مش هيخرب، البنك مش هيخرب. الله حي السيسي جاي، 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 الله حي السيسي جاي. احنا النهارده ممثلين لموظفي بنك التنميه والتمويل الزراعي والشركه الزراعيه على مستوى الجمهوريه، ممثله في النقابات المستقله للبنك والشركه الزراعيه التابعه للبنك. عملنا الوفد دي نظمناها بعد ما فاض بينا الكيل من اجتماعات متكرره مع ايمن ابو حديد وزير الزراعه الفاشل دون جدوى. هذا الوزير قعدنا معاه اكتر من 15 مره نقول كلام ونروح نشوف نلاقي واقع تاني، شغل تسكين ومسكنات فوق ما تتصور. الاغرب من الخيال ان هو يظل لك دوري رقمه 1170 بتنفيذ بعض المطالب، تروح البنك تلاقي ورقه تانية، يعني وزير كاذب يديك ورقه تروح تلاقي ورقه تانية. المطالب النهارده للجميع العاملين بتتمثل في مطالب رئاسيه متحدده في بعض المطالب. المحور الاول هو كيان البنك والحفاظ على كيان البنك من الانهيار. كيان البنك النهارده خساره البنك تعدت 3 مليار، في مديونيات للحكومه عند وزاره الماليه للبنك لم تسدد حتى الان حوالي 2.2 مليار قيمة مديونيات. مبادرات الدولة بتصدرها سياسيا من أجل أصوات الفلاحين في مجلس الشعب، والمبادرة دي اللي هي تيسيرات على المتعسرين لم يتم سددها من وزارة المالية. هذه الأموال أموال مدعين، هذه الأموال أموال مدعين، والبنك كهيكل أو ككيان اقتصادي لابد من أن يحافظ على حقوق المدعين. للأسف الشديد النهارده خساره البنك تعدت 3 مليار. على الجانب الاخر اداره البنك الفاشله تقول لك خساره البنك توقف اي ترقيات. اي موظف وانت فاهم حضرتك اي بني ادم النهارده محتاج ان هو يترقى، محتاج ان هو ليه طموح يبقى حاجه معينه يترقى، لكن النهارده اما نبقى فيه حراس امن ومعاونين خدم بقالهم 10 سنين ما ترقوش بحجه خساره البنك، فاحنا ذنبنا ايه؟ احنا كموظفين نشتغل ازاي؟ ننتج ازاي؟ لو هم عايزين البنك خدمي زيه زي اي هيئه عامه في مصر يخلوه بنك خدمي بس موظف يحصل على كافه حقوقه الماديه. يا ببلاوي ساكت ليه؟ سايب البنك بيخرب ليه؟ يا ببلاوي ساكت ليه؟ سايب البنك بيخرب ليه؟ الحكومه ساكته ليه؟ شايف فساد ونايمه عليه؟ الحكومه ساكته ليه؟ شايف فساد ونايمه عليه؟ يا ببلاوي ساكت ليه؟ سايب البنك بيخرب ليه؟ يا ببلاوي ساكت ليه؟ سايب البنك بيخرب ليه؟ طبعا حضرتك النهارده حركه الترقيات بقالها 5 سنين ما نزلتش، درجات وحوافز مفيش، تمام. بالاضافه كمان النهارده احنا بنتكلم في موضوع الضرايب، الضرايب كانت بتاخد منها نسبه 20% نسبه جزافيه. صندوق التامين حضرتك كان دوله كان دايما البنك بيشيله، احنا حضرتك النهارده احنا بنشيله. طبعا في العلاج الاسري حضرتك كنا طلبنا بيه زي بعض الكهرباء زي بعض المؤسسات، تمام. في كمان حضرتك اللي عاوزين التعيينات تبقى تعيينات طبعا في على كفاءه، عشان خاطر مثلا ده فلان وابن فلان يبقى نجيبه، لا احنا عاوزين التعيينات تبقى على كفاءه، الاختيارات بامتحانات ومسابقات تبقى على كفاءه، عشان خاطر ده بنك احنا عاوزين نرتقي بيه. الوقفه الاحتجاجيه لاقاله وزير الزراعه ايمن فريد ابو حديد للتقاعس عن حل المشاكل الماليه والاداريه في البنك، فشل في اعاده هيكله البنك زي ما بيطلق تصريحاته، ان الوزير بيعمل تصريحات وما بينفذهاش. الوزير اجتمعنا معاه في 24/2/11 ويطلع دوري رقم 30 ب 11 مطلب ما تنفذش. حل مجلس اداره استكمال اقاله اعضاء مجلس اداره البنك لتحقيق البنك خسائر كثيره، خسائر كبيره على مدار سنوات عديده وما فيش اي تغيير، استشراع الفساد المحسوبيه في ظل وجود هذا المجلس الحالي. مطلبنا تاني تبعيه البنك للبنك المركزي المصري، تنفيذ البنود الدوري 30 واجراء حركه الترقيات للموظفين، حركه الترقيات متوقفه لـ3 سنين.